عمل السياسي والدولي، وانه شخصيات زي ما بقول لحضراتكم قليل قوي لما يبقى عندنا شخصيات كده. دكتور زيها حواس قال ايه في كلامه المهم عن النائب محمد ابو العنين؟ تعالوا نتابع الدكتور زيها حواس ثم استقبل ضيفي الكريم النائب محمد ابو العنين. هي انا اول مره احضر برنامج انتخابي، عمري ما رحت حته عشان لا اشجع نائب ولا اتكلم في موضوع الانتخابات. انا بتاع اثار فعايش في الاثار، لكن النهارده انا قلت اطلع من الاثار عشان اجي اتكلم كلمه في حق صديقي العزيز الحاج محمد ابو العنين. حقيقه يعني انا بقول لكم بكل امانه ان احنا امام نائب مثقف محترم امين بيحب الناس وبيساعد الناس، عشان كده يمكن انا جيت النهارده. انا الحقيقه عرفت الحاج محمد ابو العنين في بره في الخارج. احنا لو عايزين نعرف قيمه الانسان المصري نشوفه اكتر بره، ونشوف الناس بتبص له ازاي، ونشوف الناس بتحترمه ازاي. اول مره قابلته في ايطاليا وكنت شايف ازاي بيتحدث الايطاليه بطلاقه، الايطاليين ازاي بيحترموه وبيحبوه، وليه كلمه، لان هو طبعا كان عضو في البرلمان الدولي الاوروبي مده طويله جدا، فكون صداقات عظيمه في كل بلاد الدنيا. قابلته تاني في لندن مع افتتاح معرض توت عنخ امون، قابلته في امريكا، فشفت ازاي قيمه هذا الرجل في الخارج. الحاجه الكويسه فيه ان هو يعني مثقف جدا. احنا طلبنا منه، كنا عاملين كشف اثري في وادي الملوك، ودايما لما بيحصل فيه كشف بنطلب راعي للكشف، فلقيته بيكلمني وقال لي يا فلان انا عايز اجي ارعى الكشف اللي انت عملته في وادي الملوك. الكلام ده السنه اللي فاتت، وانا توقعت ان الاستاذه الهام ابو الفتح هي اللي هتيجي والقناه، لكن لقيته هو بنفسه جاي وقعد معنا واحنا بنعلن هذا الاكتشاف اللي دخل قلوب الناس في كل مكان. انا بقول بكل امانه انا نازل المره دي مخصوص عشان اروح ادلي بصوتي للحاج محمد ابو العنين، لانه الحاج محمد يستحق ده. عايزين في المجلس بتاعنا اللي انا بشهد النهارده ديمقراطيه غير عاديه، ان كل نائب بيقدم البرنامج بتاعه. انا متاكد ان برنامج الحاج محمد بيشمل علاقات خارجيه وسياسه وثقافه واعلام، وهو اكتر واحد يقدر يمثلنا كلنا ويبقى نائب لنا. اجمل حاجه ان انا لو محتاج بقى حاجه خدمه ممكن اروح لنائب ما يردش عليا، لكن اما اروح واخبط على الحاج محمد هلاقيه بيمد ايده وبيساعد كل الناس. انا عايز اقول لكم والله انا لو انا مش جاي النهارده عشان يعني مجامله شخصيه، انا جاي من قلبي فعلا. هو ما طلبنيش ولا قال لي تعالى، انا اللي كلمت الهام ابو الفتح وقلت لها انا عايز اجي، عشان احنا في حاجه ملحه الى نواب بالشكل ده. هذا البرنامج برعاية سميرالدا باي سيدي حنيش في الساحل الشمالي. اكتشاف